صور وضع البيت. منزل الشهيد موسى طقطق. هذا منزل أهبل الشهيد موسى طقطق، لأن المنزل تبعه تم تدميره بالكامل بسبب القصف المدفعي الذي استهدف هذا المنزل، مما أدى إلى استشهاد الشهيد موسى طقطق وزوجته. شو اسمها زوجته؟ فاطمة طقطق. فاطمة طقطق ابنة عمه وأيضا طفلة عنده. ولم يبقى من أسرته سوى أطفال اثنين وطفل رضيع عمره شهرين. صور البيت من بعد. كما نرى أنه منزل متواضع. كان ما في الأولاد هون، هذول إبراهيم ومالك هون مكرشبين الدنيا. الله ماشي إن شاء الله يخليهم. الله وهذا هذا البيت كما هذا المطعم كما خليه. تفضل يا أمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا معلم. تفضل. بدي تحكينا بالضبط كيف استشهد شهيد ومرته وطفل، وشو ضل عنده اطفال، لان سبق في جماعه تكفلوا بثلاث اسر يعيلوهم حتى يصير اصغر طفل عندهم عمره 18 سنه برواتب شهريه ان شاء الله باعانات دائمه. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. يا اخي موسى صار له سنه بهالشغله، انتم بتعرفوه يعني. بالجيش السوري الحر. بالجيش السوري الحر. نعم. وثانيا الله وكيلك ما يدخل سبرينج الا تعبه واكل لقمه بطه بس، لا اكثر. انا بقول لليوم موسى كان لليوم. قريب علينا واخ، نحن بنعرف الشيء هذا. والله جي بعد العمل، بعد ما جي يعني من شغله فات اتحمى، وعلى اساس انه كان عندنا ببيتنا بالعيله. نعم. اخذ مرته واولاده وراح على بيته اليوم. نعم. بس كانوا يعني جايين شيء اربعه عليه. اربعه. ما بعرف شو طلبوا منه وراحوا ورجعوا. نعم. عارف بعد ما راحوا ورجعوا ما سمعنا الا احد علمي انه استخبرنا عنه نرجع صار بالبيت، يعني امنا ونمنا كلياتنا. نعم. بعد ما انه ساعه سنتين ثلاثه ما سمعنا الا هي في جوار. نعم. مين استهدفوا الجيش؟ يعني ما له عدو، ما عاد حدا بعمره ما دعا الحد. يعني القذيفه جت من كتيبه الثلاثه. لكن القذيفه ركض. قذيفه او قذيفه قذيفه زادت بالدار واستهدفوا، ممكن كنت تصوروها على باب الدار. نحن صورناها وطلعنا المجزره وقتها، بتتذكري انت وانتشرت على الفضائيات كلياتها. مثل ما عم اقول لك، كان اساسا القذيفه قام استشهد هو ومرته وبنته. الاطفال شو اعمارهم من بعد؟ اعمارهم واحد عمره سته. ست سنين. ست سنين. نعم. واحد عمره شهرين، واحد عمره سنتين. شهرين فقط تقولوا حليب مثلا؟ والله ما عم اتوفر الحليب، عم نشتري اكثر الايام والله من الصيدليه توصل. لحد الان ما وصلت مصر. والله العظيم لهالجو. عارف؟ لا واصله شغله بسيطه يعني. نعم. اكل وشرب انا ما بحاجه اكل وشرب يا اخي، والله بعيش على بصلي بس اني اعيش ورا اطفال يعني هيك يعني شوفت عينه. والطفل؟ الحليب بدي اكثر فيه الحليب يعني. وانا حرمه كبيره بدي حفاظات، والله انا ما بغ... ما لي خد يعني اني اغسل واقوم بالحفل، انا معي مرض. نحن رايحين بتنسيقيه الرسم ان شاء الله نقدم لك. شو فينا نساعدكم وان شاء الله ابناء ان شاء الله يا اخي ان شاء الله يكون ان شاء الله يا رب. كمان ان شاء الله ما ان شاء الله ان شاء الله يا رب. نامل منهم انه ما يقصروا معكم. الله يعطيكم العافيه يا اخي، والله احنا ما بدنا غير السلام والامان وتكونوا اطفالنا بخير وشبابنا بخير، بس هاي كارثه وقعت علينا يا اخي بدنا نتحملها يعني. الله يفرج عنا معكم. الطفل الثالث ايش قد عمره؟ قلت لي طفل عمره شهرين. هذا الشهرين الاخراني يعني. واحد عمره ست سنين. واحد ست سنين وواحد عمره يعني شي سنتين بنت. يلا الله يخليهم جميعا ان شاء الله. يخلي اولادكم ان شاء الله انه ان شاء الله. والله يا رب خير كثير ان شاء الله. والله العظيم. الله يرحمهم ويتقبلهم الشهداء. الله يسلم عمركم يا رب. كلهم يا رب. مراقب الزهري من داخل منزل الشهيد اهل الشهيد موسى طقطق في مدينه الرستم.